مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب من محمد وبإلحاح. هو الآن فندق بالدار البيضاء من بعد ما استضفته الجمعية، وكما تبعتوا معنا شافوا الطبيب، وكذلك الشكر الجزيل لمجموعة من رجال الإعلام اللي غطاو القصة ديالو اللي بطبيعة الحال كتأثر بشكل كبير بنيته اللي عندها 12 سنة، اللي المغاربة عرفوا الواقعة. محمد يلح وبإلحاح أنه بغى يتكلم مع المغاربة. غادي نشوف الموضوع. محمد، أنت في الوطيل، الأم ديالك معاك، البنية ناعسة، تلح أننا نجيو عندك. مرحبا. مرحبا. كنشكر المغاربة كاملين، راهم هما يساندوني وساندتني اليوم هذه الجمعية، كنشكرهم جزيلا، وكنشكر الناس النيابة العامة اللي وقفوا معايا، والناس الدارك، والناس يساندوني وعاونوني على هاد البنية. وانا اللي طلبت هاد الناس اليوم، انا كنت واجد في الفندق في الدار البيضاء، شرف لهاد الناس اللي عاونوني ديال الجمعية، والناس اللي وقفوا معايا كنشكرهم بزاف. وانا مألم، ربي تيعلم بالقلب ديالي، وهاد الناس راهم جرحوني بزاف، ولكن لقيت الناس المغاربة قلوب الرحيمة، راهم وقفوا معايا الله يكثر خيرهم، وشي ناس راهم وقفوا معايا كندعى معاهم من قلبي، الله ينجيهم ويحفظهم من هاد المصائب. وراه الحمد لله خرجت واحد الضغطية شوية مع الناس طيبين، والناس المحسنين، والناس ديال الطاقة اللي عاونوني الله يكثر خيرهم، والناس وقفوا معايا وضربوا معايا تمارة بزاف. وكان اليوم راني كنت واجد في الوطيل في الدار البيضاء، وانا اللي عيطت لهاد الناس يساندوني اليوم، الله يخلف الله يكثر خيرهم. واللي جرحني انا بزاف ونسيت شي شوية، وقفوا معايا هاد الناس على هاد الدرية بنتي اللي عندها 12 عام، أولا صبحت أم راضيع، أم لا حول ولا قوة بالله العظيم. وأنا كنت فاجئ اليوم في الدار البيضاء، راه حلم. أنا راه عمري مش الدار البيضاء أول نهار لي هاد البنية هادي اللي قصاتني في قلبي، ووسط الناس اللي ساندوني وعاونوني الله يكثر خيرهم، ساندوني الناس بزاف، انا كنشكرهم داخل المغرب وخارج المغرب، والناس دعوا معايا كلام الخير. وانا راه حمدي لله، راه هاد الغرفة راه واعرة، باش غندخل هاد الشي راه صعيب، اثر عليا نفسيا، على ولادي، على الاب اللي ضاع ليا مسكين الله يرحمه، وجاتني هاد الفاجعه ديال هاد البنت اللي صبحت اليوم ام 12 سنه، طفله اللي باقا تتلعب. راني بكيت بزاف، اتنشفت، راك انا راه مضرور، وهاد الناس اللي فاجاوا عليا بغيت ربي اليوم، وهاد العواشر ربي فاجها عليهم. وكنشكر الدكتور اللي عاوني لهاد البنية اليوم، والناس الرئيس الجمعية اللي وقف معايا الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم، ورحبوا بيا وعاونوني وفطروني فطور جميل، فطور جميل يا سلام. كنت واجد اليوم انا في الناحيه ديال الدار البيضاء، وهاد الناس المغاربه كنشكرهم من قلبي، كاع الناس عيطوا ليا وساندوني ووقفوا معايا وبغاو تعيوات الخير من عندي، انا كندعى معاهم من قلبي، الله يسترهم والله يحفظهم. واللي تعاون معايا بغيتو عمرو ما يخسر، واللي عنده شي مريض بغيتو يتشافى ليه، واللي عنده شي ضرر وشي عقده بغيتها تحل عليه في هاد النهار ديال اليوم. يا ربي ليتي كتسمع، هاد الناس الجيران ديالهم ظلموا عليا وحقروني، وانا راه ما كنتش كان بنتي انا، باش انا ضعت في هاد البنت
ما كانش بنتي انا اصلا تتخرج ولا كتدرج حد حد الدار ما نويش فيها الشي. تتفاجأت في هذاك الشي بنهار السوق، انا راه تألمت وتجرحت بزاف، والناس القانون راهم شدوا ليا حقي وراهم ساندوني، الناس النيابة العامة راه وقفت معايا كنشكرها شكرا جزيلا، والناس اللي ساهموا معايا الناس المغاربة والناس اللي وقفوا معايا، ولقيت الناس، لقيت باقي الناس، الناس بجنبي الحمد لله، باقي الناس محسنين، باقي الناس الكرامة، كاينين الناس اللي كيساندوا هاد الشي. وهذيك البنت لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أنا راه كنشكركم بزاف المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكرهم شكرا جزيلا، واللي مريض الله يشافيه، ودوك الناس اللي عاونوني ساندوني في هاد البنية في هاد العواشر. بغيت اللي عندو شي عقدة بغيتها تحل عليه اليوم من قلبي، وبغيت ديك الوليد وديك الولية اللي باقين شغنقول لك لا حول ولا قوة بالله العظيم. الله يفرج عليك يا ربي، كتستحق كترك محمد، وحنا معاك ان شاء الله، والمغاربه كما قلتي سمعوا الرساله كثر خيركم، الله يشافيكم والله يستركم. يا كنتي قلتي لي واحد المساله اللي سمعتها اول مره، انه مسكينه كانت ملي تزادت هي شهرين وهي في السبيطار عندها الضيقه. نعم، نعست مسكينه شهرين وهي نعسه مسكينه في السويسي، فوق شهرين الاوراق ديالها راه يكونوا مازالين في السويسي ديالها منوسينا في ديال الاطفال شهرين، وانا كان سان ديك البنيه من نهار بدات مسكينه، وانا كان عاني مع ديك البنيه، وفعلا زادت مسكينه في السويسي شهرين، وانا كنمشي ونرجع بالمركوب، واللي كنت كان نبني فيه ضعت، راني ضعت في هذيك البنيه، ومنين كبرت وجاو هاد الناس اللي كانوا جيراني واصدقاء ديالي كان صحابهم اللي كيساندوني فهاد معايا، ووليداتهم كان صحابهم راهم هما وليداتي، وكنت ما ناويش في هاد الناس هاد الشي غايديروه لبنتي. بنتي كانت باقا مسكينة صغيرة ما عارفاش، كيستغلوا ليها الفرص ديالها، كيشوفوني انا بوحدي، انا راه بوحدي اللي كاين، والله سبحانه وتعالى، والناس المغاربة راهم ونسوني، فاجاوها عليا. وليت كان انا مابقيتش كنحس بشي شي حاجة مع الناس اللي ساندوني ووقفوا معايا ووقفة ديال الرجولة، وكنشكرهم. وانا اليوم راه اليوم انا كنت واجد في الدار البيضاء اول مرة، اول مرة تنشوف الدار البيضاء، وكنشكر ناس الجمعية اللي جاو ساندوني. انت ما عمرك جيتي للدار البيضاء؟ انا ما عمرك شفتيها. عمري اخو مش الدار البيضاء، اول مرة كنشوف الدار البيضاء، تساندوني هاد الناس ديال الجمعية والرئيس الجمعية والناس الطاقم والناس اللي وقفوا معايا في طور جميل، انا والوالدة والبنت، وراه ما راه ماشي من تخلطت معاهم، راه ما بقيت، قلت صافي هادي هي، هادو هما الناس بالمعنى الكلمة، راه مازال الخير في البلاد، وهاد الناس الله يكثر خيرهم راهم ضرب معانا تمارة، هاد الرئيس ديال الجمعية والدكتور اللي دوز لبنتي الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم والله يمثلهم الله يغلبهم الله يغلبهم على الطريق طريق الله يغلبهم على الطريق الصالحة، بغيت ربي عمر الطريق الخايبة ما يشوفوها يا ربي آمين. هاد الناس انا راه كنهز كفوفي للسما، واللي ادعى معايا انا راه كندعى معاه اليوم الله يشافيه، وهذوك الناس اللي ساندوني مساكن وعاونوا ديك البنية وفرحوها وحيدوا لها واحد الاكتئابات بزاف، ساندوها مساكن الله يفاجيها عليهم الناس. واحد السيد راه عاون ديك البنية، وعد الوالد مسكين مريض الله يشافيه ليه، والناس اللي عاونوني بالكلام الزوين وكلام دعوات الخير، وبزاف انا كنشكر المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكر الناس النيابه العامه اللي وقفوا وعطاوني حقي وشدوا دوك الوحوش اللي اغتصبوا لي ديك البنيه اللي كنكسب. بنت وحده قاسيت معاها اولا في الولاده 3 شهور، وربي شاهد عليا لا كذبت
فوق 3 شهور مشينا دينا سميتها البنو سينان، جبدوا السميه ديالها في كان الغرفه اللي كانت ناعسه فيها 3 شهور مسكينه، حصنوا ليها الراس، داروا لها التيوات في ايديها 3 شهور وانا تنعاني معاها، وضيعوني فيها هاد الناس. وانا راه كنشكر المغاربه، اول مره كنشوف الدار بيضاء، شرف كبير. الناس الجمعيه اللي رحبوا بيا وفطروني معاهم، والرئيس اللي ضرب معايا تماره، والدكتور اللي وقف معايا نفسيا مع بنتي، ووقف معايا ووقف مع الوالده، والله يكثر خيرهم. كنشكر المغاربه اللي ساندوني على داك الدري. اول راه سميتو ريان، على داك السيد المسكين اللي كان طاح في البير، كان مقطع لينا في قلوبنا في المغارب، شوال المغاربة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. ومنين وقعت ليا ديك الواقعة انا لبنتي، راها بقات فيا، وسميت هذاك الدريري اعلى ريان من قلبي. استغفر الله العظيم. محمد الله يفرج عليك يا ربي. ربي امين. انا معاك، انا معاك ان شاء الله، الله وبغي يسر لك مازال. شكرا. تجري وغا في طريق الخير، انتم راه ناس طيبين. وكنشكر هاد الناس الطاقم اللي وقفوا معايا اليوم كاملين، ضربوا معايا تماره وعاونوني وحسبوني خوهم، وحسبوا ديك البنيه راه حسبوها بنتهم، والمغاربه كلهم راه تعاطفوا على ديك البنيه. الله في هاد العواش الله يقعد وسادهم، واللي مريض الله يشافيه. محمد الله يفرج عليك يا يا ربي، ربي وحنا معاك والمغاربه معاك. يا ربي مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا سمعتوا الكلام ديال محمد، كلام جد جد معبر صراحه، عطانا مجموعه من الامور غادي تكون فيها نوع من الغرابه. اول مره تيشوف الدار البيضاء، وكذلك ملي قال لي داك الابن شنو الاسم اللي غادي يعطيه، وربطه بواحد الواقعه اللي تالم فيها رغم الظروف ديالو، رغم المعاناه ديالو، ولكن القلب ديالو كان مع ريان الله يوليه برحمه الله. مشاهدينا الكرام، سوف نستمر تتبع الملف ديال محمد، وسوف نوافيكم دائما بجديد في خضم الموضوع. لن ننسى الشكر الجزيل لكل من ساهم او ساعد في العائله في الظرف الراهن. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.